ولسه مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة وهذا النقاش. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي. برحب بحضرتك يا فندم. بداية، كيف ترى أهمية تشكيل هذه اللجنة من قبل مجلس النواب ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وفي عمل البرنامج. طبعا رأيي في اللجنة دي انها لجنة ممتازة جدا، لانها جمعت كل الطوائف من النواب في مجلس الشعب، المعارضة والمعارضة الجامدة والمعارضة الشديدة والمعارضة المتوسطة والمعقولين، فطبعا فيها تشكيلة جامدة جدا، واثرت الحوار مع الوزراء الجدد، وتمت مناقشات عديد من الامور معهم بحيث ان الامور تطلع في الاخر البرنامج يطلع متناسب مع متطلبات الشعب، وخصوصا دي يعني اول مره يبقى يتم نقل الجلسات على الهواء والشعب يتابعها ويعرف ايه البرنامج بتاع الحكومه، فدي حاجه يعني ممتازه جدا واثرت الحياه السياسيه في مصر، بحيث ان تم توافق ان يطلع يعني في تناغم دلوقتي ما بين مجلس النواب وما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والشعب اللي بيعبر عن متطلبات. فدي أول مرة تتم إن يبقى في تناغم بالطريقة دي كده. البرنامج واضح، هو البرنامج دسم جدا جدا، طبعا كل وزارة قدمت برنامج دسم جدا، نتمنى إن هم يعملوه، والوزراء دوت عليهم عائل كبير جدا، إن أول مرة هيتم لو في تقصير هيتم محاسبتهم على التقصير دي، فدي حاجة جديدة أول مرة تحصل في مصر. وقال الوزير إنه مش هيكمل معانا بالطريقة اللي هو قالها البرنامج بتاعه معالي دولة رئيس الوزراء، قال مش هيكمل معانا وهيبقى فيه محاسبة وكده، فدي طبعا مخلياهم إن كل واحد قاعد يعني جلسات استمرت من 9 الصبح ل9 بالليل، فدي حاجة يعني ممتازة جدا، واخدة إسراء في العمل جامد جدا. وجود سيادة المستشار محمود فوزي بعد ما نجح في الحوار الوطني وأدار دفة الحوار الوطني، فبصراحة حاجة مشرفة جدا، لأن فعلا هو بيدير حوار وقدر يوفق يعني الأستاذ أحمد سعد الدين وكيل المجلس، قال إن كان له دور جامد جدا في التوفيق ما بين الوزراء الجدد والنواب في كثير من الأمور بحيث يتم التعديل وكده، فطبعا خطوة ممتازة إن وجوده في الجلسات كلها، وإدارته للحوار كويسة جدا وقدرنا نوصل لمخرجات كويسة. وطبعا هو اكد سياده المستشار محمود فوزي كمان ان البرنامج بتاع الحكومه كله بيشتمل على حاجتين، خطه مصر 2030 والمخرجات الحوار الوطني كلها جمع بين الاثنين دول، فطبعا ده اللي بنأمله كاحزاب سياسيه، لان احنا عبرنا في الحوار الوطني عن اراء الشعب، عبرنا بحريه، عبرنا بمصداقيه، عبرنا بمنتهى الجراه، وكون ان هي اتاخدت فيها في البرنامج بتاع الحكومه هو برنامج بصراحه قوي جدا جدا جدا، دخل في الصناعه في مشاكل الصناعه كلها، في الصحه في مشاكل الصحه كلها، في وعود جامده جدا برفع مرتبات الاطباء، في وعود في حاجات كتير جدا ان هم قالوا هيعملوها كانت موجوده من زمان وقالوا هتحصل دلوقتي، فطبعا كل ده ما كنا بنتمناه، الترخيص هتبقى بسرعه في الصناعه، فطبعا دي حاجه يعني كويسه. البرنامج ده ان شاء الله لو اتحقق هيبقى نقله جامده للجمهوريه الجديده اللي هتتم الدخول عليها باذن الله يا رب.